خلونا ناخد الوقت اللي جاي سجود قدام يسوع. تستاهل ان انا اطرح كل الاكاليل عند رجليك. انت المستحق انك انت تاخد كل الكرامة. انت تستاهل ان انا اجي بكل عالي فيا وانحني امام جلالك. تستاهل، تستاهل. مش خسارة فيك الغالي اللي عندي، مش خسارة فيك ان انا اجيب جبهتي على الارض قدامك وانحني قدام جلالك، لانك انت ملك الملوك. عن جدارة انت اسمك ملك الملوك. مش انا اللي بديلك الاكرام دوت، ده حقك، ده هو انت كده هوت. اسمك ملك الملوك. ويشرفنا النهاردة يا رب ككنيسة نسجد عند رجليك، ويشرفنا النهاردة ككنيسة ان احنا نطرح كل الاكاليل. تستاهل، تستاهل. في صلاة سرية أقول له تستاهل كل المجد، تستاهل كل الانحناء، تستاهل إنك أنت ترتفع جدا في حياتي رأسا على الجميع. أنت إلهي، أنت إلهي من أسجد، أنت إلهي من أعبد، أنت إلهي اللي أحب أتغير على صورته، أنت إلهي اللي أحب أكون شبهه، أحب أتغير على صورته. اختن قلبي العنيد النهاردة يا رب، اختن قلبي العنيد اللي بيعوق إن أنا أتغير على شبهك وعلى صورتك. تعال على حياتي وشوف يا رب إيه اللي معاكس إن أنا أتغير على صورتك. تعال شيل كل حاجة مش عاجباك في حياتي، تعال شيل كل نشوفية، تعال شيل كل غضب، تعال شيل كل عدم إيمان، تعال شيل كل كبرياء جوايا، فأتضع قدامك. يبقى جوايا تواضع يسوع. شيل الكراهية، شيل الغيرة، شيل الحسد. عايز أتغير على صورتك. عشان كده أنا جاي بقدم كل غالي عند رجليك. تستاهل، تستاهل يا ملك الملوك. تستاهل كل المجد يا رب، تستاهل كل المجد، تستاهل كل الإكرام، تستاهل كل السجود، تستاهل إن كنيستك يا رب تيجي
يا رب تتحد مع بعض وتنحني، نسجد مع الملائكة ونقول قدوس قدوس قدوس. يا رب ننحني أمامك لأنك أنت المستحق كل كرامة، أنت المستحق كل المجد، أنت المستحق كل التعظيم. نشترك يا رب مع الملائكة في السماء في التسبيح والتمجيد لإسمك. عشان كده يا رب النهاردة احنا بنسألك الرابطة اللي ما بيننا وما بين السماء رب تبقى مفتوحة. النهاردة بنسألك يا رب ان عينينا كلنا كشعب الرب يبقى لينا عينين مفتوحة تعاين السماء. عشان كده بنسأل النهاردة سماوات مفتوحة علينا كلنا، سماوات مفتوحة نعاين يا رب العالم الروحي معاك واحنا بنصلي في اسم يسوع المسيح. يا رب النهاردة تزاح كل سحب سودة على حياة كل واحد فينا النهاردة في اسم يسوع. النهاردة حرية، النهاردة يا رب اطلاق، النهاردة يا رب تشجيعات السماء، النهاردة يا رب تسبيح من السماء. يا رب تدهلنا فنسبح بيه، تسبيح يليق بشخصك، تسبيح يليق باسمك. افتح عينينا النهاردة كلنا، افتح عينينا النهاردة كلنا. قوم وقف معايا كده هوت وارفع دي كله. يا رب افتح عينينا كلنا النهاردة، افتح عينينا عشان السماء والأرض يبقوا حاجة واحدة في وسطينا النهاردة. افتح عينينا، افتح عينينا، خرجني خارج المحدودية، خرجني خارج المحدودية النهاردة، خرجني خارج المحدودية واديني يا رب اشترك معاك في الروح. فصلي يا رب النهاردة مش الصلوات اللي تتفق يا رب مع اللي جوه أشوائي أنا أو أهوائي أنا، لكن أنا النهاردة عايز أصلي صلوات الروح، عايز أصلي صلوات اللي على قلب يسوع. أنا عايز أصلي النهاردة الصلوات اللي أنت تحب تسمعها مني ولينا ككنيسة كلنا. يا رب ادينا النهاردة سماوات مفتوحة، سماوات مفتوحة. شيل يا رب الغمامة السوداء على حياة كل واحد فينا، مش بس اللي حاضرين النهاردة لكن كل واحد كمان يا رب بيتابعنا يا رب على الشاشات باسم يسوع المسيح. سماوات مفتوحة، سماوات مفتوحة باسم يسوع، سماوات مفتوحة. حرية، حرية لينا واحنا بنصلي يا رب بلا إعاقة من العدو، بلا إعاقة من العدو. نعلن سلطان يسوع في وسطينا، نعلن حرية يسوع في وسطينا، نعلن تكسير لكل القيود النهاردة باسم يسوع في وسطينا. اشكرك لأنك أنت حي، اشكرك لأنك أنت قدير، اشكرك لأنك أنت صانع عجائب النهاردة بوسط في وسط شعبك. أنت جاي النهاردة بشعبك يا رب النهاردة تصلي علشان تسمع الصراخ بتاعهم والأنين بتاعهم. نشكرك نشكرك نشكرك. خلونا نقعد كل اتنين مع بعض نصلي، قول له يا رب النهاردة أنا بصدق إنك أنت تديني سماوات مفتوحة. بنصلي يا رب النهاردة نلاقي النهاردة طلبات طليق باسمك. حرية لينا النهاردة في الروح يا رب، حرية لينا في نفوسنا في أرواحنا. تعالى مجد يسوع النهاردة، لا نريد إلا مجد يسوع، لا نريد إلا مجد يسوع، لا نريد إلا إن اسم يسوع يرتفع النهاردة. خرجني برا نفسي، خرجني برا دنيتي، خرجني برا أنانيتي. أنا بحبك، أنا بحبك وعايز أكون شبهك وعايز أصلي اللي على قلبك. شيل كل عدم إيمان جوا قلبي العنيد. سامحني على كل مرة صغرتك.
مزمور 33. أنا بحب المزمور ده قوي. كلمة الرب غالية قوي ونفيسة جدا وقيمة جدا، ومنها آخد الإعلان بتاعي، ومنها آخد القوة بتاعتي، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. كل ما تفحت في كلمة ربنا، كل ما تعرف عن كلمة ربنا أكتر، كل ما الإيمان يتنقل لقلبك أكتر. في مزمور 33 عدد 9، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. هو قال فكان، هو أمر فصار. هو يقول فيكون، هو يقول فيكون. هو يقول ليكن نور فكان نور. هو يتكلم فيصير. يقول لتكن أشجار فتصير الأشجار موجودة. ينادي على الحيوانات، الحيوانات تبقى موجودة. ينادي على البحر، يجي البحر. ينفخ في التراب، يطلع بني آدم. هو الله القدير، هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو العالي فوق كل عالي. والنهاردة عايزين نصلي نقول له أنت قدير، سامحنا لأن احنا صغرناك كتير بعدم إيماننا، بمحدودية الطلبات بتاعتنا. هو دايما يقول إلى الآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. النهاردة رب عايزين نطلب طلبات كبيرة. النهاردة عايزين نشوف أمور عظيمة. النهاردة عايزين نشوف إقامة موتى. عايزين النهاردة نشوف إقامة موتى. عايزين النهاردة نصلي الفادي، الرب يقيم فادي من الموت. اللي ما يعرفش موضوع فادي حد خلينا غالي في وسط الكنيسة، ينهوت واحد من الخدام وهو في أمريكا بيركب كاميرا على كنيسة في حتة عالية كده، هوت وقع. فادي الدكاترة قالوا خلاص، الدكاترة قالوا خلاص، هو عايش على الأجهزة، لكن مراته مصدقة وقالت أنا هفضل أصلي. وإحنا النهاردة عايزين نصلي ونتحد بإيمان أختنا مرسى إن فادي يقوم من الأموات. أمين. يقوم الرب، يقدر يقيمه من الموت، يقدر. الرب قدير، من قال فكان، من أمر فصار. هو يقول كلمة صح، هو يقول كلمة. قلوبنا موجوعة، أنا عارف كلنا، لكن الرب قدير. وإحنا كلنا بنصرخ على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الواتساب وعلى كل الوسائل الاتصال الاجتماعي، كلنا عمالين نصرخ نقول له رب إيه؟ قومه. أمين. خلينا كلنا نقوم نقف مع بعض كده ونرفع ايدينا قدام الرب ونعلي الصراخ، نقول له رب نصدق إنك أنت القدير، نصدق إنك أنت القدير، نصدق إنك أنت صانع الآيات والعجائب. يا رب أنت الإله القدير، تقدر، ليك في الموت مخارج، ليك في الموت مخارج، مفيش حد تاني يقدر يعمل كده غيرك. وإحنا مصدقينك، إحنا مصدقينك. في متى 10 عدد 8، ده أمر كتابي المسيح بيقوله لتلاميذه. وإحنا تلاميذ المسيح، إحنا مش بنعمل كده فتوانا ولا جدعنا ولا فينا حاجة نقدر نعملها، إحنا التراب وإلى التراب نعود، لكن إحنا على كلمة المسيح بنصلي. قال لنا إيه؟ اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أقيموا موتى،
مين اللي هيقيم الميت؟ يسوع. بقوة مين وبسلطان مين؟ بسلطان يسوع. بس لازم يستخدم مين؟ قوانين البشرية. يسوع عايز يستخدمنا. بيقول لك خليك مغمض عينيك. يسوع بيقول لك أنا اللي أمرت إنك أنت تقيم الميت. وأنا لما بقول حاجة أنا مسؤول عن كلمتي اللي أنا قلتها. اللي أنا بقوله وبطلبه منك أنت ما عليكش غير إنك أنت تسمع الكلام وتسمع الوصية. أنا اللي هقوم بالمعجزة. أنا طلبت إنه يرفعوا الحجر لكن لعازر لما قام من الموت أنا اللي قومته. أنا مش طالب منك غير إنك أنت تؤمر. يا فادي باسم يسوع المسيح قوم. ارفع صوتك بصوت عالي قول كده هوت. يا فادي باسم يسوع المسيح قوم. 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 يا رب احنا جايين نحط ايماننا جنب بعض. انت رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح. انت رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح. انت تكمل نقائص ايماننا لكن احنا يا رب جايين كلنا مع بعض يا رب نحط ايماننا جنب بعض. خلونا نمسك ايدينا في ايدين بعض علامة قدام الرب. خلونا نمسك ايدينا في ايدين بعض علامة قدام الرب. رب انا بحط ايماني جنب ايمان اخواتي. النهاردة ايماننا مع بعضينا. انت ترى هذا الايمان يا رب. النهاردة الصراخ يصعد امام جلالك وانت تسمع وتستجيب. انت صالح. انت صالح. انت تقيم الميت. انت تقيم الميت. انت تقيم فادي من الموت بعد لما الدكاترة حكموا عليه. يا رب انت تقيمه في اسم يسوع. انت تقيم من الموت يا رب. انت تسمع صراخ. انت تسمع صراخ كنيستك. انت تسمع صراخ كنيستك. واحنا جايين مصدقينك وعارفين انك انت قدير. انت اللي تأمر فيصير. انت تتكلم فيكون. عشان كده بنقول لك يا رب قوم ابنك. قوم ابنك. قوم ابنك. اعن ضعف ايماننا. اعن ضعف ايماننا. بنتحد يا رب مع امراته مرسى. يا رب بنقول لك يا رب بنتحد بالايمان دوت. انت تقيمه. انت تقيم وتسمع صراخ كنيستك في اسم يسوع المسيح. خلونا ثلاث مرات ورا بعض نقول كده هوت. يا فادي باسم يسوع قوم. خلونا مع بعض. يا فادي باسم يسوع قوم. يا فادي باسم يسوع قوم. يا فادي باسم يسوع قوم. من قال فكان دون امرك اي امر كونة سيد الشعوب من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا. من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا. وحدك قوي يا رب الملوك. وحدك عظيم من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا. من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا. خلونا نتقسم ثلاثات وأربعات. تقول له يا رب شجع إيماننا الأيام ديت. اتعامل مع الإيمان بتاعنا. اتعامل مع الإيمان بتاعنا. علمنا
علمنا يا رب ما نخافش من العيان، ونصدق انك انت القدير يا رب، نصدق انك انت القدير. مش بس يا رب انت تقيم فادي، مش مجرد يا رب حالة فادي، لكن يا رب عايزين ايمان الكنيسة الزمن اللي جاي دوت يتنقل الى ارض جديدة يا رب. ما نصغركش تاني، لكن نطلب الامور الكبيرة اللي على قلبك، ونطلب يا رب مشيئتك باسم يسوع المسيح. والأعمال التي أنا أعملها تعملونها وأعظم وأعظم. قل له أنا أصدق إنك تعمل معايا أعظم، أنا أصدق إنك أنت تقوم فادي، وأصدق إنك أنت تعمل أعظم وأعظم وأعظم. اسمع صراخ كنيستك، اسمع صراخ كنيستك، اسمع صراخ شعبك. انت صالح يا رب، انت صالح، انت صالح، وتفضل صالح. مد ايدك، مفيش جبال تقدر تقف قدامك، مفيش سدود تقف قدامك. ده انت القدير، ده انت القدير. كمل صلاة، كمل صلاة، قل له انت القدير، فيش جبل يقف قدامك، فيش جبل يقف قدامك. انت القدير، انت القدير، انت القدير، انت القدير. قل له انت قدير على اعلى جبل في حياتي، انت قدير على اكبر مشكلة في حياتي. ارفع صوتك وقول له انت قدير على اعلى صعب في حياتي النهاردة. مفيش صعب في حياتي يصعب على قدرتك، مفيش مشكلة اكبر من انك انت تقف قدامك تعرف تحلها، لانك انت عالي عالي عالي. وبكلمة قدرتك تغير مجريات الأمور. أنت إله المستحيلات، أنت إله المستحيلات. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل عندك. على
عايزك تقوم تقف معايا وترفع ايدك وتقول له مفيش مستحيل عندك في حياتي، مفيش مستحيل عندك. كل اللي انا شايل همه، كل اللي انا تعبان منه، كل جبال قدامي، مفيش جبل يقف قدامك. قل له اصدقك يا ملك الملوك ورب الارباب، اصدقك يا سيد الاسياد، كل مستحيل في حياتي يصير سهلا لما انت تتكلم عليه. عشان كده انا ادعوك تتدخل وتغير المعادلات اللي عناية شايفاها في اسم يسوع. ومن امامي ينقل جبالي، امر على الجبال فتتنقل. تقولون لهذا الجبل انتقل وانطرح الى البحر فينطرح، والجبل وهو طاير في الهواء خد له لقطة بالكاميرا، شهادة ان الرب حي قبل ما يقع ويندب في البحر. امين. كورنثوس الثانية 4:4 الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. العدد دوت بيوصف
ان في اله هذا الدهر ابليس بيجي على غير المؤمنين يعمل ايه؟ بيحط عصائب على العينين علشان ايه؟ عشان ما يشوفوش، لألا، لانه مرعوب ان تضيء ليهم ايه؟ انجيل المسيح وصورة المسيح. احنا دورنا ايه؟ احنا دورنا ايه؟ نمسك مقصات ونيجي على العصائب ديت ونعمل فيها ايه؟ ونقصها. عايزين نقص العصائب على عينين الناس اللي رايحين وان ثينج اول الشهر. كل الشباب اللي طالع ما يعرفش الرب، عايزين اعلانات الرب تصير غزيره، ونقص العمى على عينين الناس اللي طالعه وان ثينج. امين. خلونا نتقسم ثلاثات مع بعض ونقول له يا رب مستنيينك في وان ثينج اللي جاي. حضور الهي عجيب يا رب. كل شخص لا يعرفك يا رب احنا بنسال فك العصائب على العينين. احنا بنصدق انه قدرتك سرمديه، احنا بنصدق انك انت عندك القوه وعندك المقدره، واحنا جايين النهارده يا رب نسال سماوات مفتوحه وعينين تتفك يا رب، وعينين تتفتح على يسوع المسيح، صوره الله الظاهر في الجسد، اعلانات عن يسوع غير عاديه، اعلانات عن يسوع غير عاديه. يسوع ياخد كل المجد، يسوع ياخد كل المجد. احنا مصدقينك لانك انت الاله صانع الايات والعجائب. مد ايدك يا رب في وان ثينج، مد ايدك بايات وعجائب، مد ايدك بايات وعجائب. اسمك هو القدير. اشرق اشرق اشرق. احنا بنرفض كل عمل للعدو، احنا بنرفض كل عمل للعدو في اسم يسوع، في اسم يسوع. حرية، حرية للشباب في وان ثينج، حرية للشباب. حضور إلهي مميز جدا، سماوات مفتوحة. بعد لما نخلص صلاة هنطلب من باسم فرانس يجي يصلي لنا. اكسر سلطان الخطية، اكسر سلطان الشهوة والنجاسة من على الشباب، اكسر سلطان العدو على الشباب. توبة توبة برجوع حقيقي يا رب لشباب كتير جايين يا رب المؤتمر دوت. كسر السلطان الشهوة والنجاسة والهوى والعبودية والقيود والإدمان والسحر باسم يسوع. انت تطلق المأسور، انت تفك المربوط، لانك انت الاله القدير. كل عصائب سوداء حطها العدو على العينين باسم يسوع المسيح تتفك. بنصدق فيك يا رب، يا رب بنصدق فيك يا رب انك انت يا رب الاله، يا رب الحي، يا رب الحقيقي. يا رب زي رب ما ايليا بيقول يا رب انت تجيب يا رب بنار يا رب في المؤتمر ده، تجيب يا رب بنار يا رب، علشان هم يعرفوا ان انت الاله الحي الحقيقي وحدك، يعرفوا ان انت الواحد يا رب الوحيد. يا رب نشكرك، نشكرك يا رب انه خلاص يا رب انت اصدرت يا رب امر، اصدرت يا رب قضاء يا رب، انه خلاص يا رب نور يا رب الهي يا رب يكون موجود يا رب الثلاث ايام دول. يا رب ندي لك يا رب الثلاث ايام دول، ندي لك يا رب قلوب كل الشباب يا رب، كل الناس يا رب الرايحه يا رب هناك يا رب،
بندي لك يا رب كل سلطان يا رب هناك، بندي لك يا رب المساحة تاخد حريتك يا رب بالكامل بالكامل يا رب. بسأل يا رب ان فعلا كل عصابة، كل يا رب غمامة يا رب، اي حاجة يا رب بتمنع يا رب تتقطع في اسم يسوع، في اسم يسوع انت تشيل كل حاجة يا رب، تفصل يا رب ما بينهم وما بينك يا رب، يشوف النور، يشوف النور يا رب، يتلمسه يا رب. انت يا رب اللي دفعت الثمن يا رب، انت اللي اشتريت مش ابليس يا رب، انت اللي دفعت دمك، انت اللي تستاهلهم وهم اللي يستاهلوك يا رب. في اسم يسوع تجمع يا رب قلبك يا رب مع قلوبهم يا رب، فعلا يصيرون يا رب كل واحد يا رب معاك يا رب، مقابلات حقيقيه، مقابلات حقيقيه. بصلي يا رب بكل ايمان فعلا يا رب، رؤى يا رب وقت يا رب الاجتماعات، واحلام يا رب وقت النوم الثلاث ايام دول يا رب. بشكرك المسلمين. الوقت اللي جاي ناس كتير في يوم الوقفة على جبل عرفات عايزين ربنا، عايزين يعرفوا مين هو الإله الحي. نفسي كلنا نتحد مع بعض، مش بس الناس اللي في السعودية على جبل عرفات، لكن كل شعوب الأمة العربية كلهم بيصلوا الوقت دوت. عايزين نعرفك، عايزين نعرفك، عايزين نتقابل معاك، نقف مع بعض ونتحد باخواتنا نقول لهم يا رب اعلن عن محبتك، اعلن عن محبتك على جبل عرفات يا رب في السعودية، اعلن عن محبتك، اعلن عن محبتك واعلن عن نفسك، اعلن عن مراحمك، اعلن انك انت الاله القدير، اعلن يا رب عن انك انت الذبيح الاعظم، انت اللي دفعت الثمن، اعلن عن نفسك، اعلن عن نفسك انت القدير. مد ايدك يا رب، مد ايدك لشعوب المنطقة كلها باعلانات، باعلانات عن معرفتك يا رب في اسم يسوع المسيح، اعلانات اعلانات عن مين انت يا رب. تعالى بنور جديد ليكن نور على المنطقة العربية كلها. انت قلت اطلبوا، الى الان لم تطلبوا، الى الان لم تطلبوا، اطلبوا اطلبوا اطلبوا. احنا بنسأل يا رب انك انت تعلن عن نفسك يا رب لشعوب المنطقة والشعب مصر بالذات، والشعب مصر بالذات اتوصب شعبنا يا رب، اتوصب شعبنا حجم الاعلان، حجم النور يا رب يبقى عجيب، حجم النور يا رب يبقى عجيب. تعالى اعلن عن نفسك، ليكن نور، ليكن نور، ليكن نور. شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا.
في 1,800,000 واحد مشردين سابوا بلدهم سابوا بلدهم، والعيد دوت النازحين دولة ملهمش غير المسيح، ملهمش غير المسيح. حط ايدك على قلبك كده كأنك حاسس بيهم وصلي معايا الصلاة ديت، صلي معايا الصلاة دي. يا رب بنعلن انك انت الملجأ وانت الأب وانت البيت وانت الستر. يا يسوع يا يسوع يا يسوع، أرض بنخبط على أبوابك لأجل النازحين من سوريا ومن العراق من ليبيا، الناس اللي هتعيد العيد يا رب وهي مجروحة، المرأة يا رب اللي اغتصبت وهتفتكر في العيد الألم، والراجل اللي حاسس ان رجولته تهانت، والطفل يا رب اللي مش لاقي أبوه ولا أمه. النهارده باسم الرب يسوع بنوصيك على كل واحد فيهم، مد ايد الاحسان اليهم باسم المسيح يسوع. افتح السماء بصحيح يا رب، كن انت المنقذ في زمن ما فيش منقذ تاني غيرك. اطرح رداءك عليهم يسترهم يسترهم، ما يعرهمش اكتر من كده باسم الرب يسوع. نصلي لاجل اليزيديين يا رب، وصلي لأجل شعب حلب يا رب، وصلي لأجل كل واقفين على الحدود الأوروبية يشحتوا الملجأ النهاردة باسم المسيح بسلطان الكنيسة. كل الحرب تقف فتقف في اسم يسوع. قل لداعش تنتهي تختفي تمحى باسم المسيح يسوع. أؤمر يا رب القتال في ليبيا فيوقف لأجل مجدك لأجل ملكوتك، ليتعاظم ابن الله في وسطنا عشان نعيد ليك بصحيح، عشان عيد الأضحى يبقى عيد الذبيح بصحيح. مد ايدك وهل عن نفسك، ليك الكرامة وكل المجد. آمين آمين. ينفع سلطان داعش يتكسر؟ ينفع؟ مين اللي كسره؟ يسوع. ارفع ايدك معايا، كل الارواح الشريره اللي بتتسلط على داعش وقيادات داعش في اسم يسوع المسيح تصير مربوطه الان بسلطان اسم يسوع. نربطها نربطها، كل الكبار بتوعهم باسم يسوع. نعلن سلطان يسوع، سلطان يسوع اللي يكسر كل سلطان للعدو باسم يسوع، للتدمير والقتل باسم يسوع. يا رب جايين نعلن سلطانك على داعش ورجوع وتوبة داعشيين كثيرين جدا يأتون إلى يسوع المسيح. أمين. قوم وقف معايا كده هوت وقول له يا رب أنا صدقك. نسمع أخبار جديدة من دواعش يرجعوا للمسيح، كل الأرواح الشريرة تتربط، كل الأرواح الشريرة تتربط، كل الأرواح الشريرة باسم يسوع المسيح اللي بتتسلط على داعش باسم يسوع. هم غلابة، هم بني آدمين، لكن العدو أخذ سلطان وافترى فيهم وسأهم سأهم عشان يحقق مقصده اللي هو إيه؟ جاء لكي يقتل ويذبح ويهلك. ده مين؟ ده إبليس. لكن هم بني آدمين، هم بني آدمين يستاهلوا الشفقة، وإن إحنا نصلي من أجلهم ونربط كل مخططات العدو عليهم. أمين. خلونا نمارس سلطان الكنيسة مع بعض. أربط يا رب الأرواح الشريرة على داعش، أربط الأرواح الشريرة من على داعش وقيادات داعش. وبنسأل يا رب توبة ورجوع، رجوع يا رب، رجوع رجوع إليك من كل القلب يا رب. ناس تهرب من قبضة هذا الفتاك باسم يسوع المسيح. انت القدير اللي تصنع العجائب، وسمعنا اخبار عظيمة انك انت عظمت العمل في وسط الدواعش يا رب في اسم يسوع. انت لك ذراع القدرة مرتفعة يمينك، تخلص 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 من الاسر، من الموت، من الفتاك، من القتال. جايين نعلن ايماننا ونمارس سلطان
الكنيسة اللي لينا في المسيح يسوع. انت يا صاحب كل سلطان تمد ايدك، تمد ايدك على العراق، تمد ايدك على سوريا، تمد ايدك على ليبيا، تمد ايدك على مصر يا رب. مصر ده شعبك، مصر دي امتك، الشعب ده شعبك، والارض دي ارضك يا ابن الله. تعال لشعبنا في الايام ديت، احمي بلادنا من كل شر، احمي بلادنا من كل يا رب قتل وفتك ودماء باسم يسوع. تعال على مستقبل يا رب بلدنا الوقت اللي جاي، الشعب دوت بنستودعه بين ايديك، مستقبل هذا الشعب نحطه بين ايديك يا رب، ونعلم يقينا انك انت موجود في اراضينا وفي بلادنا. عظم اسم يسوع جدا الوقت اللي جاي، عظم اسم يسوع جدا في ارض مصر وفي المنطقة العربية كلها باسم يسوع المسيح. مسلوب يرجع أضعاف في حياتنا كشعب الرب، ومش بس شعب الرب لكن بلدنا كمان. المسلوب يرجع يا رب، احنا بنصدق، قل له يا رب انا بصدق في حياتي وفي حياة شعبك وفي حياة بلدنا شعبنا أمتنا يا رب. المسلوب يرجع أضعاف، كل فرحة اتسرقت ترجع أضعاف، كل معرفة عن شخصك ترجع أضعاف، كل يا رب حرية ترجع أضعاف، كل فلوس اتسرقت ترجع أضعاف، كل نهب روحي أو نفسي يرجع أضعاف باسم يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك. مؤتمر One Thing هيبقى من 1 لـ3 أكتوبر، التذاكر هتكون متاحة من الحد للخميس ابتداء من الساعة 5 لغاية الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 8. تذاكر على الهواء ستباع بسعر أغلى. بيت الوادي بيعلن عن استكمال مباني جديدة تستوعب 100 سرير تقريبا وقاعة، تسع أكثر من 200 كرسي للاجتماعات، ويرحب بيت الوادي بحجز المؤتمرات الخاصة بالكنائس. للحجز والاستعلام
في تليفونات موجودة في الورق اللي موجود على المنبر هنا. الناس اللي عايزة تصلي للشفاء هتطلع على قاعة إبراهيم سعيد في الدور اللي فوق. الناس اللي عايزين يصلوا لأجل التحرير من القيود والأرواح الشريرة هيبقوا في القاعة السفلية بتاعت مدارس الأحد. في سبيطة للعطا وإحنا خارجين. اللي عايز يقدم أي تقدمة. الناس اللي هم عايزين يصلوا للشفاء احنا دلوقتي لغاية الساعة 9 وهنكمل بعد كده هنصلي هنا علشان كده بالإيمان اللي احنا طلبناه من الرب نصدق ان احنا نمارس الإيمان اللي لينا في المسيح يسوع. كل اللي محتاج تلبط صلاة من فضلك تعالى اطلع قدام. كل اللي محتاج تلبط صلاة تعالى اطلع قدام. هنعمل كده على طول. هنعمل كده كتير. كسبش انك انت تطلع. رب حي. رب قدير. هيصنع ايات وعجائب. وصنع. وليه كل شكر وليه كل الكرامة. انه صنع وعظم العمل معانا لسنين طويلة. ولسه هيعمل اكتر واكتر. وقال لنا كمان كل اللي انا عملته هتعملوا أعظم منه. أعظم منه كمان. وإحنا يا رب مصدقينك. إنك أنت تمد إيدك. تصنع عجائب. في وسطينا. في اسم يسوع. في اسم يسوع. في اسم يسوع. أطلب من الخدام يطلعوا قدام. علشان يصلوا. للي محتاجين طلبات صلاة. إحنا مش هنقفل الاجتماع عند الساعة 9. لكن ممكن حضرتك تطلع في هدوء شديد. هللويا. كل خدام التحرير والشفاء. كل خدام الكنيسة. اطلع قدام. وانت قاعد في روح الصلاة صدق ان الرب قدير يتلامس معاك وانت قاعد في الوقت دوت.